رجعنا وموسم جديد وان شاء الله يبقى الله موسم قوي جدا. ان شاء الله خير. وسو فار زي ما كنا بنتكلم كده القرعه بالنسبه للموسم ده للاهلي فيها يعني انك تشم نفسك شويه، يعني الفرقه بتاعتك الاول خلينا نقول اول 7 ماتشات في الصاعد، في طبعا اللي بينافس على المربع الذهبي، بس فرق يعني الى حد ما تقدر تاخد نفسك فيها. فدي تعتبر برضو ميزه كبدايه الموسم او الى حد ما نقول زي كريدت شويه او حاجه حلوه للنادي الاهلي، بدايه لا كويسه. هي مش بتتحسب كده طبعا. النادي الاهلي كنادي كبير بيحترم كل المنافسين، بس بيبقى فيه ضغط. بيعمل حساب. انا عارف، بس الاهلي دايما بياخد في ماتشات الدوري كل الماتشات زي بعض، فريق صاعد او فريق وجهة نظر صغير مع كامل احترام الفرق كلها. كمنافسين الاهلي بيتعامل مع بطوله الدوري ان مباراه وبخلصها وبخش في المباراه اللي بعديها، ما ببصش الفريق ده بينافس مركزه بقى او ايه صاعد او او غيره. مدى جماهيريته او هو اللعيبه اللي عنده او طالع من تحت او بينافس على بطوله. الاهلي بيتعامل مع الماتشات دي ان الماتش بثلاثه بونت، انا عايز اخد الثلاثه بونت وبجمع اكبر عدد ممكن من النقاط. ما كناش كويس. محظوظين السنه اللي فاتت بسبب لعيبتنا بتلعب مع المنتخب في افريقيا وتصفيات كاس عالم وبطوله عربيه، وفي نفس طبعا الوقت بيلعبوا افريقيا وسوبر يعني افريقي حاجة، وكاس عالم عارف انديه. لو عفريت، لو عفريت مش هيعرف كان يواكب كل اللي بيحصل ده، الموضوع ده شيء فعلا كان صعب. صعب. الموضوع كان صعب واللعيبه اجهدت، والقوام الاساسي لمنتخب مصر كان بيتشكل من لعيبه كتيره من النادي الاهلي، كل ده فرق مع الفريق الفتره اللي فاتت. لا السنه دي مفيش ارتباطات دوليه كتيره، مفيش التزامات لمنتخب مصر، الدنيا الدوري هيبقى العمليات تبقى اسهل. فانا متفائل خير ان شاء الله ربنا متهيألي هتبقى يكرمنا. يعني هتبقى الامور اكثر اشتعالا نسبيا عن المواسم اللي فاتت، لان زي ما النادي الاهلي عمل تدعيمات مميزه، فرق تانية كتير برضو عملت تدعيمات قويه. اعتقد صفقات هينتج كتير عنها تغيير في مستوى اللعب، ولا حضرتك شايف الصوره ازاي في الموسم اكيد. الجديد؟ انا دايما شايف ان بطوله الدوري بطوله النفس الطويل، بطوله النادي اللي عنده من الخبرات اللي تخليه يقدر يجمع او يتحصل على اكبر عدد من النقاط النقاط بالذات في الدور الاول يعني. وده بيديله افضليه ان هو بعد كده يقدر يحقق اللقب. الاهلي عنده دي، الاهلي لو التاريخي يعني تاريخ النادي الاهلي في بطوله الدوري يقول النادي الاهلي يقدر يحقق البطوله لانه عنده الاستمراريه. في انديه كتيره كانت بتدعم، وفي انديه بتصرف ملايين وبتجيب لعيبه وبنسمع ارقام خرافيه في لعيبه، وفي الاخر ما بياخدوش بطولات او ما بيقدروش يكملوا في بطوله الدوري، ما يعملوش الاستمراريه اللي احنا بنتكلم فيها. الاهلي ميزته بخبراته في بطوله الدوري يقدر يعمل الاستمراريه دي، عنده الجماهير اللي دايما بتعمل حافز، اللعيبه نفسها اتعهدت ان هي ترجع بطوله الدوري بعد غياب موسمين عن النادي. فالوضع ان شاء الله السنه دي مختلف. كل كلامنا مع سواء مع اللعيبه او مع الجهاز او المسؤولين ان لا في حاله جديده، في مارسيل كولر مش شايب يعني مش مخلي حاجه للظروف. الراجل موجود في تونس وبيخلي الناس اللي موجوده في التمرين هنا في مصر تسجل له التمرين بالكاميرات في الملعب، وبيبعتوا له التمرين بتاع المستبعدين تونس يتفرج عليه. يعني الراجل تخيل الراجل قاعد في تونس وعنده ماتش صعب وبيتابع من وبيتابع هنا مران اللي هم مش المستبعدين، الناس اللي ما كانتش موجوده في المباراه لسبب اسباب فنيه او للاصابه. كل دي امور مطمئنه الحقيقه بالظبط. لا الراجل عامل حاله كويسه جدا، فارض حاله من الالتزام، شخصيته جميله ومبتسم على طول وبيتعامل صحيح مع الناس بشكل كويس وما بياخدش اجازات ومركز جدا وما عندوش في فتره الراحه، ده حسب كمان هو الصوره اللي بينقلها لنا دايما. فجاي الميشن معينه، فاعتقد ده محترم. في كلام مع اللعيبه بتتكلم ان هي واقفه على رجليها، اللعيبه حاسين ان هم يقدروا يلعبوا، عندهم رغبه ان هم يلعبوا. حاله التشبع اللي حصلت للعيبه من كره القدم بسبب الارتباطات الكتيره وكثره المباريات مع فتره الراحه والقرار اللي خده مجلس اداره فرق مع اللعيبه دي. اللعيبه اللي هي الاساسيه اللي بتلعب بقالها سنتين، حصول الفريق على فتره راحه وعمل فتره اعداد ووجود جهاز فني جديد، راجل بيشتغل مدرب وبيشتغل لايف كوتش وبيشتغل يعني. هو فعلا اللي احنا نعرفه والمعلومات اللي وصلنا فعلا كولر شخصيه في الملعب فيرم قوي او حازم جدا، منظم جدا وشخصيه قويه. على الصعيد الشخصي شخصيه لطيفه جدا، بيحب يهزر حتى الصحفيين، فده ميكس حلو على فكره، ده مش وحش ابدا. اعتقد ده برضو زي ما انت قلت هيبقى في فيرم او في زي ما بيتقال كده مدير فني قوي، بس في نفس الوقت الشق محبوب. النفسي محبوب والشق النفسي موجود، الدعم النفسي للعيبه هيبقى موجود او متوافر معاه، عكس مثلا لو كنا هنا قارناه بكيروش مع منتخب مصر الحته دي كانت غايبه شويه عنه. لكن لما تلاقي مدير فني عنده الاثنين ده اعتقد بيبقى مفيد جدا للفريق في الاول وفي الاخر. يعني انا الكلام كله الراجل بيقعد مع لعيب لعيب،
يقعد يقول للعيب انت عندك مثلا مشكله في كذا لازم نشتغل عليها، عايزين نزود حاجه معينه، فبيتعامل نفسيا مع اللعيب بشكل كويس، بيخلي اللعيب نفسه يحبه وينفذ تعليماته وما يبقاش حاسس بان هو مضغوط او المدير الفني ده دمه تقيل.